ثم برشة ممثلين صدقني معناها كانوا كنت شوف فيهم على أوتور لا باش نذكر لك أسماء معناها لا ما تزيدش تو نشوف فيها معناها حشاك حتى سيجارو مع هاك اي اي كاريمون وقعدت معاها تعطيني اي نعم قعدت معاها مثمني ولا معناها حالات شاركوا في برشا مسلسلات كيفاش شاركوا في برشا مسلسلات اي شاركوا في برشا مسلسلات ومعروفين بالواحد بالكعبه بالممثله اذا كان على اوتر على الاقل مانيش عارف معناها هذه حياتهم الشخصيه ما نجمش يكون سوء تصرف ينجم دون دي كاثم ينجم معناها يكون سوء تصرف صحيح اما ما عادش المنتجين والمخرجين تنادي فيه ما عادش المخرجين والمنتجين ينادوا لهم الاعمال التلفزيون فهم علاش يقول قايل هو احنا ما نشوفه قاعدين في الدراما المصريه تلقاه كبير في العمر وقاعدين يستانسوا بخبره نتاعو فعلا هذاك في مصر يعني صناعه ويعرف معناها ثم نقابات معناها مهتمه بالممثلين والممثلات ثم نقابات معناها هذا ما خدمش لازم يخدم فهم اما في تونس عندي ما عندكش نقابات قويه كما نعرف انا معناها تخدم وباش نحكي حاجة بصريح العبارة ثم مخرجين فهمني ولا عندهم الجروب نتاعهم لا يتخلون عنهم سواء ممثلين أو ممثلات ثم هنات كبيرة ياسر سواء في كتابة المسلسل عدم مراعاة العادات والتقاليد التونسية إلى آخره بالنسبة أنا كمسرحي لا معناها نحكي على المسرح معناها إلي متركي معناها كان بالحق متركي على الأخر بدليل أنا تمشي لدار ثقافة يقول لك بالكرا وكان جور معناها 300 دينار بالنسبة للجمع عودي كيفاش أنا باش نعمل عمل مسرحي كهاوي في دار ثقافة فصل لي كيفاش بون في دار ثقافة باش نحضر الايطاليان معناها سوا في دار ولا في قهوة معناها نحضر النص نتاعي انا والمجموع فهمت بون نقول المرحلة هذه وتعديناها باش نتعدى سيرسان فهمني ولا الاخراج الاضاءة في دار ثقافة تدخل لي يقول لك يا خويا برا اعمل دوموند وكان زور راي ب 300 دينار ونهار لكن انت بعد دولة نورمال بلاش هذا المتعامل به توا معناها مانيش فاهم يشجعوا معناها اهل المسرح باش يخدموا مسرح والا معناها باش يمطركوه هذا 300 دينار للبروفيسيونيل ولا ليزاماتور لا انت ماكش فاهمني كيراء الركح نتاع دار الثقافه في كل الحالات معناها كان جور 300 دينار هل يعقل بون إذا كان معناها باش تقدم قدام اللجنة الوطنية للتأشيرة وش اسمه واقتناء العمل تولي حسبة أخرى تولي 400 دينار فك النهار هذاك معناها 600 دينار في جمعية تخلص في القبابة تخلص في الارانو معناها تخلص في المجموعة تحاول تشري ديكور معناها معتبر تشري ديكور سي نورمال أخي أنت باش تعمل المسرحية برامون لازمك ديكور هو يلزم تصنع الديكور يصنع ويكون مؤهل للمسرحية يا أخي ما هو 70% ديكور إذا كان موجه للطفل معناه يلزم ديكور معناه صحيح فهمت مانيش عارف معناها هل باش تتواصل العملية هذية ولا كيفاش تحبونا نخدم مسرح وإحنا من عشاق المسرح انا قلت لهم نخدم حتى في الشارع ما يهمنيش ما عنديش حتى ادنى مشكل فهمت بقى اذا كان معناها الدوله باش تكون حريصه ان معناها رجال المسرح يخدموا المسرح نعاونوه فما تقصير والله مانيش باش نقول لك اذا كان تهبط قوانين كيف كان معناها بالشكل هذا سي نورمال معناها تكسير العمليه الابداعيه هذه المسرح نمشي للمسلسلات والدراما التوانسه عندهم مشكله يقول لك اخويا القنوات
اللي احنا ندفع فيهم فلوس ونساهموا فيهم مش قادرين يقدموا في الإضافة إعادة للمسلسلات. أسبوع أنا فقر في المنتوج درامي. والله مانيش عارف مانيش عارف معناها التلفزة كيفاش قاعدة تعاود. هم بيدهم الممثلين ملوا من أرواحهم معناها قدام التلفزة، ملوا من وجوههم معناها قدام التلفزة. المسلسلات اللي قاعدة تعاود عندي أصدقاء معناها كي سي عبد اللطيف وعلاق، أنا جبت مثال صديقي العزيز فهمت، قال لي أنا ما عايش نتفرج عليه التلفزة يعني معناها وجهي تعوداتها الناس فهمت. مواضيع معناها هذيك طرحت لزمن ما، يلزم ثم مواضيع وسيناريوهات تطرح في 2024. وعليش علاش السنه كان رمضان باش ننتجوا بار اكزومبل. انا توا عندي سيت كوم ومسلسل، مسلسل بعنوان سد العطش من اروع الروائع فهمت، واحداثها واقعيه معناها احداثها معناها 23 24، رغم اللي نجبد فيه حقبه زمنيه معناها معينه مانيش باش نحكي لك عليها فهمت. اما تطرق الابواب يقول لك سبونسورينغ ويزم بيجي وهذايا معناها ما يتخدم كان في الجنوب، وانا معناها الاحداث الموجوده معناها في الجنوب، في الجنوب التونسي في بلاد الجريد فهمت. يقول لك يا اخي ترانسبور تقنيين الى اخره معناها اي حاصلوا هذا ما لدي فهمت. باهي معناها انت توكي تعطي النوت سيغ 10 بالنسبه للمسرح قداش، وبالنسبه للدراما وما يقع بثه وانتاج المسلسلات قداش؟ بالنسبه للمسرح توا تقريبا مانيش مواكب ياسر توا، كان الواحد ديغوتي من كل شيء. باش نعطي نوت سات سيغ 10 بار اكزومبل معناها للمسرح، باش نعطي الدراما التونسيه معناها 3/10، ما الاذواق تختلف سي نورمال.